السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا يا أمة محمد، لازلنا يا شباب أمة محمد ويا نساء أمة محمد ويا رجال أمة محمد، لازلنا مع قصة النهاية، لازلنا مع السيناريو القهري اللي هيحصل في نهاية الزمان، لازلنا مع السيناريو اللي كتب من فوق 7 سماوات من قبل خلق الأرض ب50,000 سنة. إرادة الشر في العالم مش هتغير في حاجة، أهل الباطل في العالم مش هيغيروا في حاجة. الله بدأ العالم بإرادة الله، قرار سماوي، وهينتهي العالم بإرادة الله بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها. عشان كده أهل الحق لازم يطمئنوا قوي قوي قوي. انت لما بتبقى راكب طيارة وسيئها أمهر طيار في العالم بتنام وانت مش همك حاجة، تخيل بقى اللي بيقود العالم الله من فوق 7 سماوات، الحكيم العليم اللطيف الودود. يبقى انتوا قلقانين ليه يا أهل الإسلام؟ قلقانين ليه يا أصحاب الحق؟ قلقانين ليه يلي عيونكم مليانة نظر الترقب؟ يا ترى ايه اللي هيحصل يا ترى؟ واحنا بننهي الحلقة المرة اللي فاتت في قصة النهاية، بننهيها عند الخلافة التانية لما جت وبدأ يبقى في حاجات جميلة، وعمران بيت مقدس وفتح قسطنطينية وملحمة وانتصار مسلمين على العالم كله، ولكن بدأت حاجات صعبة قوي تحصل. هي كانت موجودة أصلا من قبل الخلافة، ولكن عمران بيت المقدس وكل ده ما قضاش عليها. بدأ يبقى فيه فساد، بدأ يبقى فيه قتال وصراع على السلطة، بدأ الرايات السود تقتل في العرب، بدأ جبل الذهب والذهب يفتن الناس لدرجة ان الناس قتلوا نفسهم 99% من اللي راح اتقتل. بدأ يبقى فيه أوضاع رهيبة، بدأ يبقى فيه استحلال للبيت، استحلال للكعبة، استحلال تشوف زي ما انت عايز، فساد، فجور، حفلات، اغاني، كل اللي انت عايز تقوله. وبدأ يبقى فيه خراب ليثرب، ونعرات قديمة تصحى، وكلام قديم يصحى. بدأ يبقى فيه شيء ناس كتير قوي كانت عينيها بتبرق في اللحظة دي، ناس كتير من ضمن اللي كانت عينهم بتبرق في اللحظة دي وبيفكروا في الوضع ده ولازم يتعمل حاجة. كان شاب من آل البيت، شاب اسمه محمد بن عبد الله، اسمه على اسم رسول الله واسم ابيه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب من طلبة العلم، من الناس الصالحين العظماء. بص الوضع الأمة ومش قادر يتخيل المهدي أو اللي لسه مش اسمه المهدي، اللي اسمه إلى الآن محمد بن عبد الله، هذا الشاب العظيم المبارك، يبص للوضع بعد موت خليفة من الخلفاء وحاكم من الحكام، والخلاف بعده والاقتتال بعده ما بين 3 كل واحد من خليفة، وقعد يزعم ان هو الاحق وهو شايف ان لا ده احق ولا ده احق ولا ده احق، ويبدأ يفكر ان لازم حركة اصلاحية في الامة، لازم الامة دي تبعث من جديد، لازم خلاص ربنا نقلنا لفوق، ليه ما نكملش النقلة؟ ليه ما نرجعش لعهد الخلافة الراشدة؟ ليه الظلم ده ما يقفش؟ ليه الجزء اللي من الشريعة اللي منحة ده ما يطبقش؟ يبدأ الشاب ده يفكر بهذه الطريقة في هذه المرحلة الحرجة من عمر الخلافة الثانية. حاكم مات لسه في اختلاف رهيب عليه، ويبدأ يفكر انه يدعو الأمة انها تقوم وتكمل باقي الإصلاح في الحركة الإصلاحية دي. مفيش حد يقتنع بيه ولا حد يرضى يقف في ظهره غير حوالي 300 ل 400 واحد بس، هم دول اللي يقفوا في ظهره في هذه المرحلة فقط. ولكن في ناس تخاف منه، في حكام كبار، في حاكم اسمه السفياني، مش شرط يبقى ده اسمه، ممكن يبقى ده لقبه ارتباطا بكلمة سفيان، يعني حاجات تاريخية بقى نشرحها في وقتها. حاكم اسمه السفياني هو اكتر واحد هيحس بخطر الشاب ده، واكتر واحد هيحارب الشاب ده، واكتر واحد هيخرج جيش الشاب ده يبقى في الكعبة، والتلتمية اللي هيبيعوه هيقفوا في ظهره هيبقى ما بين الركن والمقام عند الكعبة. الحاكم ده هيبقى في منطقة الشام، الله أعلم فين في منطقة الشام هذا السفياني، وهيخرج جيش مخصوص عشان الشاب ده، ويخصف الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصف الله بهذا الجيش، يخصف بأوسطه، فينادي أوله وآخره، فيخصف بأوله وآخره، ربنا يخصف بالجيش كله ويبقى نصرة لذلك الرجل. ومع ذلك يفضل المهدي في الفترة العصيبة دي من عمر الأمة يفضل داعي لحركة إصلاحية ملوش مريدين على الكلام العالي اللي بيقوله والكلام الخطير اللي بيقوله والكلام القوي النوراني اللي بيقوله، ونسبه لآل البيت لا يتابعه إلا حوالي 300-400 واحد بس. ده شاب من الشباب اللي كانت عينهم متوثبة في المنظر ده وشايف إن لازم حاجة تحصل. ناس تانية كانت شايفة ان لازم حاجة تحصل، الناس التانية دي كانوا ماسكين فلسطين واتطردوا منها ونطق عليهم الحجر والشجر، استنوا ان الغرب يسندوهم زي ما هم سندنهم طول عمرهم وواقفين في دارهم طول عمرهم، فوجئوا ان الغرب اتكسروا في الملحمة. طب وبعدين هيحصل فساد وانتكاس، فوجئوا ان الامة بدأت تخرج في الفتوحات
وبدأوا يلاحظوا ان خلاص الموضوع بينتهي والسيطرة على العالم بتخرج من ايديهم، ولازم يلاقوا حل يسيطروا بيه على العالم تاني، ولازم خلاص ما بعد سيطرة الغرب وامريكا بعد سيطرة دول لما بتتكسر مين اللي هيقف ظهرهم، خلاص لازم حاجة يسيطروا بيها على العالم. عمرهم ما بيعرفوا يسيطروا على العالم الا بطريقة ما وبخدعة ما. المرة دي ما كانش قدامهم غير فكرة، فكرة بيفكروا فيها من الاف السنين وبيجهزوا ليها من الاف السنين، فكرة اسمها المسيح، الصورة اللي الغرب حلموا فيها من الاف السنين ويتمناها ومؤمن بيها ومؤمن ان في مسيح هينزل. طب ليه ما نعملش المسيح ونقول ان المسيح نزل، والمسيح لما ينزل يبقى بجد ربنا، ويبقى بجد عنده امكانيات اله، ويبقى بجد عنده قدرات اله، ويبقى بجد فوق قدرة اي انسان انه هيتكلم. لان اخطر فكرة ممكن تلجم الناس كلها الاخطر كمان من فكرة النبوة، فكرة الالوهية، فكرة الله. مين اللي هيقدر يقوم اغراء ان ربه نزل له من فوق سبع سماوات عشان يديله الخبز والعسل والسمن وعشان يغيثه، خصوصا ان قبل الدجال بثلاث سنين هيحصل مجاعة عالمية في الكرة الارضية لدرجة ان الناس مش هتلاقي تأكل ولا هتلاقي تشرب في هذه الايام. ناس تانية كانت بتترصد وشافت ان دي اللحظة اللي لازم يتعمل فيها الحركة الافسادية دي. عيون تالتة، عيون رجل من رجال الله، رجل من اعظم رجال البشرية في التاريخ، ابتعثه الله، ابتعثه الله من يعني اكتر من 2000 سنة، وقف وش الدنيا، وقف وش اليهود، وقف وش الرومان، وكان بيدخل على الكهنة في المعابد بتاعتهم يقلب عليهم الترابيزات يقول لهم يا احفاد القردة والخنازير، انتوا اللي مدمرين الدين، انتوا اللي خاربين الدين لانكم بتضللوا الناس بالفتاوى الدينية بتاعتكم. وكان بيمشي في القدس يصرخ ويقول يا اورشليم يا قاتلة الانبياء يا راجمة المرسلين، كان بيقف يواجه الناس، ما كانش بيخاف، مسح الارض في الدعوة الى الله، كان عنده قوة رهيبة لدرجة ان الرومان واليهود حسوا انه مستحيل يستحملوا وجوده اكتر من 3 سنين وقرروا يصلبوه. وفي الليلة اللي ربنا اللي قرروا فيها يصلبوه، الله سبحانه وتعالى بإرادته يلقي الشبه بتاعه على اللي خانه، على اللي خانه وبلغ عنه، ويصعد به الى السماء، اني متوفيك اي مستخلصك وافية، انت قلبك كله ليا وحياتك كلها ليا، انت عشت عشاني ومش هسيب اي حد ينال منك اذى ولا ذرة واحدة منك يا عيسى يا ابن مريم. ويصعد عيسى ابن مريم قدوتنا التي تسكن في السماء، روح الله الذي يسكن في السماء، ده شخص تاني لسه له دور تاريخي على الارض. التلات شخصيات دول هما اللي هيتحكموا في الاحداث بارادة الله في المرحلة الرابعة من نهاية الزمان، والمرحلة الرابعة من السيناريو القهري لنهاية الزمان، وهيتقابلوا التلاتة في لحظة واحدة وفي ليلة واحدة، بسميها اخطر ليلة على وجه الارض، الليلة اللي هيبقى المهدي محاصر فيها في جبل إلياء، جبل الدخان في القدس، متحاصر من 70,000 يهودي ومتحاصر من مسيح الدجال، والدجال رجع من المدينة المنورة عشان يقضي على، بعد ما فشل فيه ان هو يفتحها ولكن فضل محاصرها ورجع عشان يقضي على المهدي. وفي الليلة دي كل ليلة قبلها في الأيام اللي قبلها كان الفجر بيدن ويفضل المهدي، يفضل محمد بن عبد الله رافض ان تقام الصلاة غير لما يخاف ان النهار يطلع، لانه مصدق ربنا، مصدق رسول الله، مصدق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل اللي معاه مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان عيسى هينزل في وقت من الاوقات عند الاقامة، يقعدوا يأخروا في الاقامة كل يوم، يمكن عيسى ينزل ولا ينزل عيسى لحد الليلة اللي ياخدوا فيها القرار بالبيع على الموت، وكل اللي معاه في الحصار يبايعوا على الموت ويأذن الفجر وهو بيجهز الصفوف بتاعته ويقيم الصلاة وهو طالع للإمامة، والمسيح الدجال نفسه تحت الجبل، جبل إلياء، مستني ان هو يتقحم عليه في الصباح ويفتح الحصن في هذه اللحظة، والدجال مستني ان يشوف محمد بن عبد الله حفيد رسول الله قدامه، يفاجأ ان قدامه عيسى بن مريم وجها لوجه يذوب الدجال، ويهرب الدجال قدام كل اتباعه ويطارد عيسى ابن مريم الدجال عشان هو عارف ان ربنا يقتله، ولكن عشان يوري للناس دم الدجال ويدركه. الكلام ده هيبقى في القدس، يدركه عند باب لد، مكان يعني مكان اخر وبلد اخرى، فيقتلوا عيسى ابن مريم ويوري للناس دم الدجال، علامة على انتصار كلمة الله على المادية وهي في قمة صورتها. المرحلة الرابعة مرحلة مهولة، مرحلة محتدمة، مرحلة رهيبة. هتبدأ المرحلة الرابعة بطلوع محمد بن عبد الله حفيد محمد بن عبد الله
طلوع المهدي اللي موش منتظر، ده جه بعد الفتوحات وبعد الخلافة وبعد الملحمة، ولكن جه عشان يبقى فور التصحيح في الأمة ونقلة في الأمة. قصته قصة رهيبة، بتمر بمراحل كتيرة لحد ما ربنا بيمكن له في الأرض، وبينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وبيسيب المهدي انه يبقى الخليفة، يعيش 7 سنين المهدي خليفة، وبعد كده يموت بعد ما بيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وبعد ما بترد للأرض بركتها، وقطف العنب بيكفي المجموعة من الرجال، والرمانة بتكفي مجموعة من الرجال، وبعد كده بيجي القحطاني. القحطاني ده خليفة من اليمن، هيحيي سيرة عمر بن الخطاب بالحرف. وبعد كده يجي الجهجاه ده هيبقى من الموالي اصلا، مش من السادة ولا القادة، رجل من الموالي يملك اسمه الجهجاه. فبعض العلماء قال ان ده اللي كمان بعد القحطاني، والبعض قال ان هو نفس القحطاني. هيجي كذا خليفة، عيسى بن مريم يعيش 40 سنة وهيموت. هي ديت المرحلة الرابعة. يا ترى ايه اهم احداث المرحلة الرابعة؟ قبل ما ندخل فيها بالتفصيل، اهم احداث المرحلة الرابعة الاحتدام الرهيب اللي انا اتكلمت عنه ده، ان سيدنا عيسى هو اللي عنده لما هينشر الهداية في الارض. سيدنا عيسى هو والمهدي يا جماعة يبقوا عاملين زي بالظبط كده زي الصحابة في الفتوحات الاسلامية، ناس بتجاهد وتفتح وناس بتشتغل في الدعوة الى الله بعدهم، زي ابن عمر وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وابو موسى الاشعري وابن مسعود، دول جيوش، وابن عباس جيوش الدعوة بقى اللي بتيجي بعد كده والتعليم، وناس مجاهد. المهدي هيجاهد في سبيل الله، وعيسى ابن مريم هيعلم الناس الدين وينشر الاسلام وهيفتح العالم بالدعوة الى الله، وهينتهي الجهاد بعد عيسى ابن مريم، وهو ده قول الله حتى تضع الحرب اوزارها. المفسرين قالوا حتى تضع الحرب اوزارها، حينما يأتي عيسى ابن مريم سينتهي الجهاد، لان المرحلة الخامسة لا يوجد فيها جهاد اصلا، خلاص نهاية الجهاد في هذه المرحلة الرابعة. المهدي هيعمل فتوحات عظيمة جدا، اعلى من الفتوحات اللي حصلت في الخلافة التانية. المهدي هيفتح بلاد ايه؟ من البلاد اللي هيفتحها المهدي يا جماعة، يعني بجيب لكم كلام سريع بقى، من البلاد اللي هيفتحها المهدي فتح الهند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان احرزهما الله من النار، محصنين من النار من جهنم، عصابة تغزو الهند على ايد المهدي كما يقول نعيم بن حماد، وده من علماء الامة، وعصابة تغزو الدجال. المهدي ربنا يديله الشرفين باذن الله، هو اللي هيغزو الدجال في عرف في عقر داره، وهو اللي هيغزو الهند بعد هذا. يبقى فتح الهند عالميا هيبقى. الحاجة التانية فتح الترك. الترك زي ما قلت لكم يا جماعة، الترك دي مش تركيا، الترك دي تركيا، ولحد الصين والمغول ومنغوليا والتطار لحد الاسكيمو ولحد بلاد روسيا. والترك دي قصة كبيرة، يأجوج ومأجوج نفسهم من الترك، يعني كل المغول والتطار اللي عملوه دول ما يجوش 1% من الترك ولا 1% من الترك اصلا، اللي هما يأجوج ومأجوج. فالترك دول حاجة جبارة. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث خطير جدا، يقول النبي في صحيح البخاري لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر. النعال بتاع ده وصف التتار والمغول والامم اللي في المشارق هناك، نعالهم الشعر، الجزم بتاعتهم شعر. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما وجوههم كالمجان المطرقة، وشه عامل زي ترس الدرع العسكري، وشوش عريضة مليانة لحم، ملامحها ناشفة وغليظة زي اللي مدقوقة حديد كده، ملامحها ناشفة وغليظة، ونظرة عينهم تلاقيها شديدة كده، وجوههم كالمجان المطرقة، اللي هم هذه الشعوب بتاعت التتار، بتاعت الجنوب روسيا، بتاعت الاسكيمو، بتاعت سيبيريا، بتاعت الله اعلم مين بقى في الليلة الكبيرة بتاعت الصين، الليلة الكبيرة اللي هناك دي. بس ده عشان قلت لكم قبل كده في احاديث يا جماعة في نهاية الزمان، الناس بيتقالها ان هي احاديث واحدة، زي ما قلت لكم منعت العراق درهمها وقفيزها وعدتم من حيث بدأتم، يعني هيجي وقت هيمنعوا العطاء للدين ويمنعوا الزكاة ويمنعوا، وهنرجع تاني في الكوارث بتاعت ايام الجاهلية. قلت لكم ده غير حديث يوشك ان لا يشبى الى العراق قفيز ولا درهم. التاني ده عن الحصان الاقتصادي على العراق، فرقوا اهو بالظبط كده. الحديث اللي قلت لكم بتاع البخاري اللي بيتكلم ان هيجي زمن قبل الساعة، اللي هو احنا بنقول ان هو يعني ان شاء الله غالبا هيبقى زمن المهدي، اللي هنخرج لقتال هؤلاء. انما في حديث تاني للنبي، خدوا بالكم وتخلطوا بينه وبينه، من معجزات السنه المذهله، حديث التاني في مسند الامام احمد، حديث بريده بن الحصيب، حديث صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريده بن الحصيب حديث مشهور جدا. سيدنا بريده يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يسوقها، امتي مش مصر ولا العراق ولا شام، امتي، يعني النبي بيتكلم عن رعب الامه كلها تتكسر فيه.
إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار العيون. كلام واضح جدا. أو التطار عراض الوجوه اللي هو اللحم بتاع شكل الوش بتاع المجن المطرقة بتاعت الشعوب ده كلها، عراض الوجوه مليانة لحم صغار العيون وجوههم كأنها الجحف، وشه عامل زي الدرع كده زي المجن المطرقة، وجوههم كأنها الجحف ثلاث مرات. مش ممكن. ان بعض الناس بيقول ثلاث مرات. شعوب معينة عينيها صغيرة كده وشها مليان لحم وشها ناشف كده زي الجحف كده، النبي بيقول ثلاث مرات هيسوقوا الأمة الإسلامية كلها هيسوقوها. المرة اللي قبلها النبي قال حتى تقاتلون الناس وجوههم مجن مطرقة أو نعالهم الشعر، النبي قال حتى، والله أعلم هم غالبا دول قوم ودول قوم أصلا، دي معركة ودي معركة. ممكن يكون اللي نعالهم الشعر ديات عين جالوت اللي انتصر فيها قطز، ما هو كان بيقاتل نفس دول، وممكن يكون التانية أيام المهدي لما المهدي يخرج يفتح هذه البلاد، الله أعلم. يعني إيه الموضوع؟ ما حدش يقدر يحكم غير لما الكرة الأرضية تخلص أصلا. إنما الأمور بيبقى ليها أمارات وعلامات. إنما المرة دي النبي ما قالش تقاتلون، النبي قال يسوق، إن أمتي يسوقها، هيسوقوهم عبيد، هيسوقوهم زي العبيد الأمة كلها، ناس وشعريض وعينيها صغيرة ضيقة، وصف التتار بالظبط، ووجوههم كأنها الجحف، منظر الملامح الناشفة والوجان المطرقة كده ثلاث مرات. مش ممكن يا جماعة، ده النبي لخص تاريخ التتار اللي فات واللي لسه جاي، النبي لخصه في كلمة من 1400 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فالسياقة الأولى أول مرة هيسوق الأمة ينجو فيها من هرب، اللي هيهرب ويسيب لهم البلاد مش هيعملوا فيه حاجة، وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض. إنما المرة الثانية تبقى مصيبة، هتبقى كارثة أقوى من المرة الأولانية كمان. ففي ناس حتى من اللي هتهرب مش هيسيبوهم يهربوا، مش هيسيبوهم يهربوا. وأما الثالثة فيصطلمون من بقي منهم، يصطلمون يعني يحصدوا حصد، هيحصدوا الأمة، هيحصدوا اللي بقي، هتبقى مذبحة تاريخية للأمة. هو إيه الكلام ده؟ يا رسول الله من هؤلاء؟ قال الترك، الترك اللي هي شعوب اللي انا قلت لكم عليها دي كلها بقى، تطر والمغول والصين والناس دي كلها. قال الترك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث، والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم في سواري مساجد المسلمين. من كتر الذل اللي هيذله لكم، الخيل بتاعته هيدخل بيها الجامع ويدنس المسجد ويربط الخيل، الخيل جوه المساجد بتاعك. والحديث في مسند الامام احمد. ايه الحديث ده؟ القرطبي بيقول الثلاث خرجات بتوع الترك دول، الثلاث مرات المصايب دول، قال كلام ذكي قوي يا جماعه، يعني رحمه الله الامام القرطبي. قال الخرجه الاولى دي خرجه جنكيز خان، لما محمد بن خوارزمي شاه قتل الرسل بتوعه جنكيز خان غضب واكتسح العالم الاسلامي، وبعد ما مات كمل وراه هلاكه وقضى على الخلافه العباسيه ودبح الخليفه موته بالاحذيه جوه شوال، وقتل 2 مليون مسلم جوه بغداد، ووصلوا لحد فلسطين وبقى فيه 20 كيلو بينهم وبين مصر، ربنا ابتعث قطز رد عليهم واهلكهم وقضى على القومه الاولى دي كلها. يبقى دي المره الاولانيه اللي سقط فيها الخلافه العباسيه. المره الثانيه بعدها بأمد تيمور لنك، لما طلع تيمور لنك واحيا مد التتار مره ثانيه، وجاب بايزيد الصاعقه، كانت الخلافه العثمانيه لسه في بدايتها، فبايزيد الصاعقه وبايزيد الاول راح يقاتل تيمور لنك، ولسه مش يعني مش واخد باله مين تيمور لنك، وبيقاتلوا ب40 ألف، لقى تيمور لنك جاي ب800 ألف، وأثر بايزيد الصاعقة ودخله السجن، ومات بايزيد الصاعقة جوه السجن، يعني قضى برضو على الخلافة العثمانية في مهدها لحد ما قام التاني بعد كده، وجاب زوجة بايزيد الصاعقة وخلاها تعمل في الخدمة. عشان كده الموضوع ده عمل تغييرات رهيبة وتحصينات رهيبة في الدولة العثمانية بعد كده لما قام التاني. يبقى المرة الأولانية خروج جنكيز خان وهلاكه، المرة الثانية اللي انتهى قدس، المرة الثانية خروج تيمور لنك وقضاءه على الخلافة العثمانية في أولها لحد ما رجع الثاني. طب والمرة الثالثة يا قرطبي يا إمام، المرة الثالثة؟ قال المرة الثالثة يا جوج وماجوج، دي بقى اللي يصطلمون، اللي هيحصدوا الناس حظ. يا جوج وماجوج دول أكيل لحوم بشر، هيحصدوا الناس حظ. سيدنا عيسى هيروح يحرز الناس في جبل الطور وياخد المسلمين والمؤمنين في سينا، لأن لا طاقة لأحد بقتال يا جوج وماجوج. تخيلوا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الحديث ده من 1400 سنه، تخيلوا النبي بيلخص ان قلت لكم صادق 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 يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام، كل احداث التاريخ الاسلامي ما سابش حدث، ما سابش حاجه، احنا اللي مش مذاكرين، احنا اللي غلابه،
احنا اللي مش عارفين قيمه السنه لان احنا مش مذاكرينها. لازم تطلب علم، لازم تقرا البخاري، لازم تقرا مسلم، عشان لو واحد جه يقول لك البخاري مش صح والبخاري مش حلو تحط صوابعك الاثنين في عينيه بس بالحجه مش بايديك. ازاي يعني؟ لو انت عرفت البخاري وكنوز احاديث البخاري وعظمه ميراث رسول الله هتبقى عامل بالظبط زي ابن ابو سابلو 200 مليار دولار. فالابن راح جاب طياره واشترى جزيرتين واتجوز ملكه جمال العالم وجاب قصور في كل حته وجاب شاليهات في كل ساحل وعمل. فواحد جاي يقول له على فكره، قال له ايه؟ قال له الورث بتاع ابوك ده ولا له اي لازمه ولا يفادك في حاجه. هيعمل ايه؟ هيحط ايدين الاثنين في عينيه، حط صبعه الاثنين في عينيه. انت مجنون يا ابني، ده الورث بتاع ابويا ده خلاني باشا، ده الورث بتاع ابويا ده عرفني كل حاجه وخلاني مالك، ملك في كل بلد في العالم، وخلى رؤساء دول العالم اصلا يحترموني، وخلى الاعلام يتكلم عني، ده الورث بتاع ابويا. والله احنا مشكلتنا لما بيشتموا ورث رسول الله، لما بيتكلموا على البخاري ومسلم وعلى كتب السنه ويحاربوها، هو نفس مشكله المثل اللي انا قلت لكم ده. احنا لو احنا عارفين ورث رسول الله غالي قد ايه، مليان معجزات قد ايه، مليان اعجاز غيبي واخبار بحاجات تحققت كفلك الصبح قد ايه، مليان اعجاز علمي قد ايه، مليان توجيهات تحيي نهضه الامه وتخلينا نفوز بالفردوس الاعلى قد ايه. احنا لو مذاكرين ورث النبي هنضحك عليهم ليه يا ابني؟ انت مجنون. انما هم جايين لناس فعلا زي ما النبي قال على زمن المتاهه اللي احنا فيها انتشر الجهل، مش عارفين، مش مذاكرين حاجه، مش مذاكرين حاجه. فيجي يقول لك البخاري، هو انت حضرتك تعرف ايه عن البخاري اصلا؟ اقرا البخاري، اتقوا الله، لازم كلنا نقرا البخاري ومسلم، لازم ما فيش شاب في الامه دي ما يبقاش قاري البخاري ومسلم. ده ورث حبيب الله، ده ميراث رسول الله اغلى من ان ملياردير يسيب لابنه 100 مليار دولار. الرسول ساب لنا الاغلى، ممكن المليارات بتاعت الورث تبقى سبب ضياع الشاب ده وفساده اللي اتساب له الورث ده، انما ورث رسول الله في نجاتنا، في سعادتنا، في فرحتنا، في حل جميع مشاكلنا، في طريق الفردوس الاعلى، في طريق رضا الله، في طريق نهضه الامه، في اخبار عن كل الغيبيات وعن احداث نهايه الزمان. ازاي نهمل ورث رسول الله؟ لازم يا شباب في رقبتكم كلكم تعملوا مشاريع، مشروع لقراءه الشباب كلهم للبخاري ومسلم، حتى بس يعرفوا حتى يعني اسم الكلمه، معنى الكلمه ايه. نعمل مشروع ان شاء الله باذن الله، باذن الله بعد رمضان لقراءه البخاري ومسلم على الشباب كلهم باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله اكمل المره الجايه بقى وتبقى الحلقه الاخيره في قصه النهايه، عشان ان شاء الله بعدها ندخل بقى في السلسله وفي التفاصيل الخطيره اللي في السلسله. كل ده بدوقكم وكل ده انا بفهمكم الهليكوبتر في يوم من بره، عشان لما ندخل شقه شقه بقى من المراحل الخمسه بتاعه نهايه الزمان نبقى احنا فاهمين ونبقى مستوعبين، ما نبقاش ما يجيش واحد يقول لي انا مش فاهم علامات الساعه، انا مش فاهم قصه احداث الزمان. اظن بقيتوا فاهمين معايا، اظن بدانا نفهم وبدانا نستوعب اللي بيحصل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقه شباب الأمة في الدين، اللهم علم شباب الأمة البخاري ومسلم، اللهم فقه شباب الأمة في تفسير كتابك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما رب، زدنا علما رب، زدنا فهما رب، زدنا عزما رب، زدنا إيمانا ويقينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا، اللهم فهمنا، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة من أعمارنا، اللهم استعملنا في البلاغ عنك لآخر لحظة من أعمارنا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.